استعدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشهر رمضان المبارك بعدد من البرامج والفعاليات المتنوعة. وبهذه المناسبة أكد السيد علي الريس مدير إدارة الشؤون الدينية بالإنابة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد أن هذه الفعاليات ستكون متوافقة مع التوجيهات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا. واقعا الوزارة استعدت للشهر الفضيل بعدد من الفعاليات والتي تأتي متسقة مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. على سبيل المثال، برامج الوعظ والإرشاد التي تقدمها نخبة من الوعاظ والواعظات المرخص لهم من الوزارة، ستنفذ البرامج الوعظية والإرشادية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل عن بعد. من أبرز هذه الأنشطة كذلك برنامج فرصة المقدم لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وبرنامج التثقيف الديني للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية. بالإضافة إلى برنامج تواصل، هذا البرنامج المخصص لرواد المجالس، هدفت الوزارة في الحقيقة من خلال هذا البرنامج إلى إحياء دور المجالس الرمضانية باستخدام برامج التواصل عن بعد. تجدر الإشارة كذلك إلى أن إدارة الشؤون الدينية أصدرت إمساكية شهر رمضان باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وهي متوفرة على موقع الوزارة الإلكتروني. بالنسبة للبرامج الإعلامية، ومن خلال تعاون مشكور في الحقيقة من قبل وزارة شؤون الإعلام، تم تنفيذ عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية اللي تسلط الضوء على كيفية استثمار الشهر الفضيل. طبعا بالنسبة لصلاة التراويح، واستنادا إلى التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بفتح المساجد والجوامع لجميع الفروض وصلاتي الجمعة والتراويح، ستقام بإذن الله تعالى صلاة التراويح في المساجد والجوامع، ومنها جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي، حيث سيأم المصلين كوكبة من قراء مملكة البحرين. طبعا ستكون وفقا للإجراءات الاحترازية الصادرة بهذا الشأن. أود الإشارة كذلك إلى أن إدارة شؤون القرآن الكريم وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سيقيم الحفل الختامي لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم في دورتها 25، كما ستعقد المؤتمر الصحفي للدورة الرابعة لمسابقة القارئ العالمي عبر الإنترنت.